انا شاركت في الكاستينغ السنه الاولى وكنت من الفائزين وخديت اللقب كاحسن عريضه. وهذا العام هذه السنه الثالثه اللي كيتقام الكاستينغ وانا كنجي كضيفه شرف. وكنبغي نوصي المشاركين اللي شاركوا في الدوره الثالثه من الكاستينغ انهم يعملوا ويتابعوا ويجدوا ويخدموا مزيان باش يوصلوا الاحلام ديالهم. ومع جمعيه الوان الشرق ان شاء الله كل شيء ممكن، المهم هو الجد والعمل. حتى اللي ما نجحش ما يفقدش الامل، يعني كاينين اعمال اخرين، هذا غير تجربه. الانسان ما كيوقفش عند هذا الحد في هذا الكاستينغ، ولا يعني الاحلام ما كتكملش واخا ما تقبلتش واخا ما تمكنتش باش تكون من الفائزين، ولكن حتى واحد ما يتحبطش الانسان ويثيق في راسه وفي الاحلام ديالو وان شاء الله يوصل لهم.